فريق نادي وفاق ستيف. كابتن رشيد في البدايه بنقول لك هارد لك النهارده، لكن لو بتكلم على المباراه بشكل عام بتشوف الجيم النهارده ازاي واداء فريق وفاق ستيف ازاي؟ فالمباراه كما شفتوا لازم الشوطين، الشوط الاول من بعد البدايه اللي كنا دخلنا في المباراه يعني واللاعبين كانوا مركزين بشكل جيد يعني، والوقت اللي اتقنا اكثر يعني كانت هناك ثقه زائده، الوقت اللي ارتكبوا اخطاء واخطاء اللي عدم تركيز، اخطاء اللي بعد عين فرديه. ولكن الشوط الثاني شفتوا كيفاش غيرنا من منظومه اللعب، غيرنا من بعض اللاعبين، وقفنا ند بالند وهضرنا فرص تسجيل يعني. كانت مباراه مفتوحه خصوصا الشوط الثاني، وتعد شوط ديال المدربين واللي كنا قاب قوس من تسجيل هدف، الا انه ما توفقناش، علما بانه انا كنت راضي على اللاعبين في الشوط الثاني، راضي رضا تام. وتيدر لي هذا الشوط الاول لعبناه في القاهره ضد الفريق الاهلي، واللي بهذه المناسبه كنهنيهم على هذا الانتصار. ولكن هناك شوط ثاني ان شاء الله في الصيف في ظروف مغايره جدا، مغايره بتاتا، لا من ناحيه ارضيه الملعب، لا من ناحيه الحماس الجمهور اللي غيكون عند اللاعبين، ولا بالنسبه لي انا كي تكلمت مع اللاعبين في غرفه الملابس من بعد نهايه المباراه بان مازال هناك لاعب، مازال هناك شوط ثاني. والشوط الثاني اكيد غادي نكونوا يعني يعني كما تنقولوا حنا يعني فريق صعب 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 في الميدان ديالو، ومازال عندنا حظوظنا وافره ان شاء الله النهائي ان شاء الله. شوف الجمهور وحضوره في مباراه العوده يبقى ليه تاثير كبير على وفاق ستيف، فهذه كلها عوامل تسبق لي تكلمت عليها، هناك الملعب، هناك الجمهور، هناك حتى اللاعبين كذلك اللي معودين على ارضيه الملعب، وفي نفس الوقت اللي كيتزاد فيهم حماس اكبر واكثر في الميدان ديال 8 ماي في الصيف. شكرا. بنشكر اكيد كابتن رشيد طويس المدير الفني لفريق نادي وفاق ستيف المغربي وفاق ستيف الجزائري. زي ما بنقول لك يا كابتن سيد كانت مباراه قويه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير وثقتنا موجوده في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ان شاء الله تكون مباراه العوده في ستيف تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله تكون في النهائي باذن الله، والبطوله الافريقيه لن تخرج باذن الله من دولاب بطولات النادي الاهلي. بكده كابتن سيد يمكن ده اخر لقاء معانا كابتن رشيد طويس المدير الفني لفريق وفاق ستيف، على امل ان شاء الله خلال المباراه القادمه سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله العربيه وفي البطوله الافريقيه نكون مستمرين معاكم كالعاده مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، لحظه بلحظه بننقل كل اخبار وكواليس فريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحق.